بسم الله الرحمن الرحيم. أعضاء مديرية مكتبة العرب، أهلا بيكم. ازيكم يا شباب؟ معلش غبت شوية في الشروحات. احنا بنعاني من شهر واحد كان كويس، شهر اتنين بدأت الانزلاقات الغضروفية تبدأ تطاردنا، وبدأنا نكح تراب. موضوع التعدين، هو الجميل في الموضوع ان انت ما خسرتش فلوسك، لان انت حاطط فلوسك في جهاز كمبيوتر، فجهاز الكمبيوتر كده كده جنبك، فما فيهوش اي مشكله، ما فيهوش اي خساره. لكن دلوقتي الانتاج بتاعنا بقى ضعيف، فبنحاول ندور على حلول مثاليه للشغل. ثانيا، احنا كلنا او اغلبنا شغال على الويندوز، في ناس شغاله على 7 وفي ناس شغاله على 64، الويندوز 10. لكن اللي هنعمله النهارده باذن الله ان احنا هنرفع من الكفاءه شويه. فانا دلوقتي احنا دلوقتي على موقع واتو ماين، حطيت 29 كارت 570 وكارت فيجا 64، اللي هما المزرعه اللي احنا شغالين عليهم دلوقتي حاليا. فهاجي اعمل له احسبها لي كده، وانا كمان مش حاسب الكهرباء. فتعالوا كده نحسب كوست الكهرباء، لو الكهرباء بتاخد معانا 5 مثلا للكيلو، احسب لي كده ال 30 كارت في المنظومة دي يجيبوا كام. قال لي $27 بعد خصم الكهرباء منك $23، يبقى انت انتاجك اليومي يتراوح من $23. وطبعا لو حسبنا الفي او العمولة بتاعت الموقع هيقل عندنا كمان، هنوصل ل 21 او $20. يبقى 30 كارت نحسبها كده مع بعض، 21 دولار على 30 كارت. الكارت بيجيب 70 سنت، والكارت كمان كان نزل لانه بيجيب 30 سنت و33 سنت. طب ايه الحل يا شباب؟ هنقعد نتفرج على الكروت بتاعتنا، ده كمان الاي ام دي، لكن بتوع انفيديا معاهم حلول كتيرة جدا، وباذن الله بعد كده هنشرح انفيديا الحلول الكبيرة بتاعته. دلوقتي مش هنقعد نتفرج على الوضع بتاعنا وهو في $18 و23 دولار و22 دولار. طبعا الناس اللي بتملك كارتين ثلاثة الوضع معاهم مقتول. فاحنا هنعمل ايه يا شباب؟ دي خلاص الحسبة بتاعتنا، مش دي الحسبة بتاعتنا. طيب، على قناة التليجرام نزلت من شهر ونص تقريبا، قلت لكم يا جماعة تابعوا في لوغاريتم مهم جدا على الموقع ده كده، لان الموقع ده فيه شويه حاجات مش موجوده على الواتو ماين، وفي حاسبات كتير جدا زي الموقع ده موجوده ممكن نجيبها. فانا رحت اخترت الاي ام دي اللي هي الكروت بتاعتي، وحطيت 29 كارت ال 570 والكارت الفيجا ال 64 بتاعي، واخترت هختار كل اللوغاريتمات علشان يقول لي افضل لوغاريتم اشتغل عليه ايه. تمام، اختار كل اللوغاريتمات كده اهو، ده 29 وده ده الواحد، وهنزل تحت كده ونقول له احسب لي القصة دي، المنظومة بتاعتي اللي بتجيب لي 20 او $21 هنا بتجيب كام، وريني كده. تعالوا بصوا كده يا شباب، عندك عملة، عندك لوغاريتم اسمه نيو سكريبت، لوغاريتم اسمه نيو سكريبت، لكن ده هو ده ساخن جدا او بيهلك الجهاز معانا، لان السخونيه وكهرباء شديده جدا فبلاشه. فبيقول لك ان المنظومه بتاعتك دي بتجيب $64. لا لا لا، طب تعالوا كده نحسب 64 على ال 30، يعني الكارت بيجيب $2.13. لكن احنا برضو هنستخدم العقل ومش هنهلك الاجهزة بتاعتنا. بس في معانا ايه تاني؟ في معانا لوغاريتم على اسمه ليرة تو زد، في هنا عملتين، عملة بتجيب $50 وعملة بتجيب $48. انا بتكلم على المنظومة بتاعتي، احنا مش بنتكلم العملة نفسها بتجيب كام. انت شوف عدد كروتك كام حطه، وهي هتوري لك الحاسبة بتاعتك. فانا لو عدنت زد كوين او عدنت جين كوين هيطلع لي $50 وهيطلع لي $48. ده معناه ان النص بالنص بالظبط يا شباب، يعني انا انتاجي اليومي 20 21، انتاجي هيبقى 50، فانا النص بالنص وزياده كمان، يعني في هتزود انتاجك 100% يومي. طيب هتقول لي افرض العمله دي وقعت، يعني انا عدنتها النهارده ب 50، افرض وقعت، انت ايه اللي قعدك بقى؟ يعني انت مش مكفيك اللي بيحصل، قاعد مستني لما تستلم ال $50 كل يوم، جمدهم يو اس دي تي
جمد العملة كل يوم يو اس دي تي، بالرغم يا شباب ان العملة دي كانت انتاجها 80 دولار من حوالي اسبوع. فطبعا اللي استلم على اليوم 80 وجمد يو اس دي تي ده برنس، واحنا عايشين في ال20 وال21 دولار. يبقى الفكرة كلها ان انا معايا لوغاريتم وانا متابعه بقالي حوالي شهر ونص، انا عمال اقول هيقع هيقع، ما بيقعش، بسم الله ما شاء الله عليه، ده بيطلع مش بيقع. فانت هتخزن، ما انصحش بالتخزين، برغم ان التخزين معناه ان اليوم بتاعك هيقف على 100 150 دولار لما العملة، لما البيتكوين يبدأ يرتفع. لكن بلاش بقى نسيبنا من قصة الطمع، انا انتاجي اليومي هيطلع 50 هروح اجمده يا سيدي يو اس دي تي ومرضية كده ومتعشية وتمام التمام. طبعا النهاردة انتاجي 50، بكرة انتاجي 60، شهر انتاجي 70، فالموضوع بيزيد مش بيقل، فالموضوع جميل قوي. انما الانتاج الليرة تو زد ده لها برامج كتير جدا للنفيديا على الويندوز اكس بي عادي. احنا بنواجه مشكلة في الاي ام دي، انك مش هتقدر تشغل الموضوع ده غير على نظام اللينكس. طبعا انا جبت السي جي ماينر والاس جي ماينر واشتغلت بيهم على الويندوز اكس بي، لكن ما بيدوكش قوة الهاش اللي هيديها لك برنامج التي دي ماكس او التي دي اكس اللي احنا هنشتغل عليه على منظومة اللينكس. احنا بقى مش عايزين نكلك على الموضوع ده كله. اللي مطلوب منك دلوقتي في الحلقة دي، اللي مطلوب منك في الحلقة دي ان انت هتخش تعمل لك اكاونت على الموقع ده، وهحط لك الرابط بتاعه تحت الفيديو. مش طالب منك اكتر من كده. طب ادينا فكرة هنعمل ايه فيما بعد. كل اللي هنعمله يا شباب هنحمل نسخة 2 جيجا، نسخة النظام اللي اسمها هايف او اس. النسخة دي نسخة لينكس، مش مطلوب منك اي خبرة في اللينكس. انا عايزك بس تسطب لي تعمل اكاونت على الموقع ده وتحمل النسخة دي اللي هحط لك الرابط بتاعها تحت الفيديو، زائد نسخة برنامج بيحرق النسخة دي. الفيديو اللي جاي احنا خلينا ماشيين بقى بالترتيب، مش هنكلكعها لبعض. انا مش محتاج منك هارد في الكيسة خلاص، مش محتاج منك هارد في الكيسة خلاص. عايزك تجيب فلاشة 8 جيجا عاملة 64 جنيه او 70 جنيه تقريبا، فلاشة 8 جيجا تجهزها وتعمل اكاونت على الموقع ده. وبعد ما تحمل النسخة دي ونسخة البورتيبل اللي هنحرقها بيها على الفلاشة، خش على الدرس اللي بعده. مش مطلوب منك في الدرس ده الا انك تعمل اكاونت على الموقع ده، تعمل اكاونت يوزر نيم وباسورد عادي خالص، وما تعملش اي حاجة جوه الموقع خلاص، لان احنا هنشرح من البداية وانا بادئ معاك من الصفر. انا لسه ببدأ احمل النسخة بتاعتي من من النظام اللي احنا هنشتغل عليه ده. كل اللي هيحصل هحمل النسخة ال2 جيجا ده اهي، وهحرقها على فلاشة واخدها اركبها على الكيسة وهوريك هنعمل ايه. الموضوع سهل جدا جدا، مش محتاج خبرة ومش محتاج اي حد تاني يساعدك. نتوكل على الله شباب، وتحت الفيديو هتلاقوا رابط الموقع ورابط النسخة اللي هتحملها ورابط النسخة اللي هنحرق بيها على الفلاشة. مش محتاج منك الا انك تجهز كمان الفلاشة عشان تخش على الدرس اللي بعده بإذن الله. هيبقى بكرة بإذن الله، لان النهاردة خلاص الوقت اتأخر. بكرة هنشرح ازاي نركب الفلاشة للجهاز، لكن الدرس اللي جاي ازاي هنحرق الفلاشة، ازاي هنحرق النسخة اللي احنا عاملينها دي على الفلاشة. نتوكل على الله شباب، وتحت الفيديو بإذن الله هتلاقوا الروابط المهمة. وعايزين نبدأ من الصفر مع بعض حاجة حاجة عشان الموضوع ما يكلكعش معاك. ازاي هتقدر تضاعف امكانيات جهازك الضعف. الناس النفيديا برضو تقدر تشتغل معانا بنفس الشغل ده، هنريح الكروت جدا، مش هيبقى فيه التقل ولا هيبقى فيه بهدلة ولا الريستارت للجهاز وهيتحمل السخونية والكلام ده كله. نتوكل على الله شباب، شكرا ليكم والسلام عليكم. ودي قناة التليجرام يا شباب، انا اللوغاريتم ده كنت نشرته للشباب تاريخ 7 يونيو، قلت لهم ان ده لوغاريتم محدش واخد باله منه. لو انتوا شايفين كان بيجيب 80 دولار كمان، الجين كوين كان بيجيب 80 دولار. فاللي شجعني ان العملة في صعود مش في هبوط، يعني ما هيش زينا ما بتقعش الوقعة بتاعتنا دي. الانفينكس والزيت كوين كانوا بيجيبوا 73 و56، احنا النهاردة بنشرح وهو بيجيب 50، واحنا واقعين في البيتكوين تقريبا ب 5900 حاليا دلوقتي، او 6 وشوية، حاجة بسيطة جدا يعني. فجميل جدا ان احنا ناخده وهو طالع، ان احنا ناخد الشغل وهو طالع. وقناة التليجرام كمان هسيبها لكم تحت الفيديو. طبعا انا كنت كتبت لهم محدش واخد باله منها، ده من بداية الشهر،
قلت ان انا هستنى، لو وقع مش هشتغل عليه، لكن بقالي شهر ونص بنعاني مع الشغل بتاعنا في حين ان العملة دي عمالة بترتفع، فلازم نستفاد منها افضل استفادة يا شباب.